صحيح يا كريم، اخد من كلمتك. الاهلي حديد النهارده الحمد لله، النادي الاهلي بيجني ثمار دعم وشغل على مدار سنوات كثيره، ان شاء الله نوصل لاحسن من كده والابعد من كده. طيب هنروح لزميلتنا نورهان طمان واستكمال للقاءات مع نجم المباراه النهارده، الحقيقه اللي احنا يعني كلنا في الاستوديو اشدنا بيه، ويمكن الكاس سيذكر بثلاثيه احمد اسماعيل، نورهان طمان واحمد اسماعيل. اتفضلي يا نورهان. وطبعا لسه مستمرين معاكم، والفرحه الكبيره لنجوم النادي الاهلي بعد طبعا تحقيق لقب كاس مصر، ومعانا نجم اخر رميه في المباراه النجم احمد اسماعيل. طبعا مبروك يا احمد، وكلمنا بقى عن يعني اخر ثانيه او اخر كام ثانيه دول. الله يبارك فيكي. الحمد لله اخر اخر مثلا دقيقتين تعصب واشتاب للفريقين، ماتش صعب جدا، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكسب الماتش الحمد لله. طيب قول لي بقى، يعني امتى بدات تقلق كده في المباراه؟ لما هما طلعوا علينا فتره كده 7 بونت لقينا، بس الحمد لله قدرنا نرجع بالدفاع وبالروح، وفضلنا لاخر ثانيه وحاربنا والحمد لله كسبنا الحمد لله. تصريحات بقى او يعني توجيهات او جستي النهارده كانت ليكم عامله ازاي؟ هو الحمد لله ندافع ونفضل لبعض ونحارب لاخر ثانيه، والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا الحمد لله. شكرا ليك جدا يعني. شكرا شكرا، ربنا يخليك، شكرا، الف مبروك. طبعا ده ولسه طبعا مستمرين معاكم، ولقاءات كتير مع نجوم النادي الاهلي، الفرحه حلوه، وان شاء الله ان شاء الله لسه مستمرين معاكم، خليكم معانا. احمد اسماعيل الحقيقه بنشكرك، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني 3 بونت يا قلبك، يعني جات لك الكوره وجلتها، وجات لك الثانيه وشطها، كما زي ما يكون عندك ثقه انا هكسبكم وانا هجيب الكاس.